قال رئيس الوزراء الإسباني بالوكالة ماريانو راخوي اليوم إن معارضة الحزب العمالي الاشتراكي المتكررة لاقتراحاته بشأن تشكيل الحكومة ستطيل أمد الأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ 7 أشهر وقد تؤدي إلى الدعوة لإجراء انتخابات ثالثة. وبعد دورتين انتخابيتين لم تسفر عن فائز واضح، التقى زعيم الاشتراكيين بيدرو سانشيز مع راخوي اليوم لمناقشة الأزمة، لكن سانشيز تمسك بموقف حزبه الرافض منح الثقة في البرلمان لحكومة يقودها المحافظون. من جانب آخر، أكد ماريانو راخوي أنه سيبذل كل جهد ممكن لمنع تكرار الانتخابات. سيكون من العبث إجراء الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي، ولهذا أطلب ألا تتم عرقلة الأمور، وأظن أنه يمكن القيام بذلك، وهذا أمر ضروري وممكن، ولن أتعب من ترديد أن ما يجمعنا هو أكثر مما يفرقنا، ولذلك لا أريد التفكير في هذا السيناريو، وسأقوم بكل ما أستطيع حتى أمنع تكرار الانتخابات، لأن ذلك سيكون حماقة كبرى.